حول الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف مباشرة من الموصل المقدم عبد الأمير المحمداوي، مدير إعلام فرقة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية. سيادة المقدم مساء الخير، أهلا بك معنا. منذ يومين كنا نتحدث بأنه بضع أمتار هي التي لا تزال في يد داعش في الموصل. اليوم ماذا تبقى لإعلان تحرير الكامل لمدينة الموصل؟ ما المساحة أو ما هي المناطق المتبقية بالتحديد؟ نعم، أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. بعد إنهاء عمليات تحرير شمال المدينة القديمة من قبل أعضاء فرقة الرد السريع مع الشرطة الاتحادية، تم تكليفنا بواجب من خلال قيادة العمليات وهي من جنوب المدينة القديمة. حاولنا على جنوب المدينة القديمة مع قوات النخبة، تقدمنا حاليا احنا البارحة واليوم تم تحرير منطقة خزام والجامع، اللي تابع منطقة خزام خان باب الطوب، مقر البلدي باب الطوب نفسه، شارع خالد بن وليد وسط قوات الرد السريع مع الشرطة الاتحادية. كانت معركة شرسة مع إرهابي داعش. تم تفكيك يعني عشرات المنازل والمحلات التجارية، العمارات، تفكيك جوامع مفخخة بالكامل، رفع أبواب على الطرق وقتل مفرزتين من الهاون. هذا اليوم البارحه تقريبا كف مفارز مجموعهم يعني تقريبا يعني 45 الى 49 شخص تم قتلهم من داعش. نعم. تحرير عشرات العوائل. المدينه القديمه لم يبقى لها سوى تقريبا يعني بعد يعني غربا قوات الفرقه الذهبيه الابطال الذهبيه، شمالا الجيش العراقي موجود. طيب كم من متر مثلا متبقي في المعركه ككل او المنطقه ككل؟ يعني نحن ربما تفاءلنا بالاعلان السريع لتحرير الموصل حتى منذ ايام، الان كم من متر او ما هي المساحه بالتحديد المتبقيه لاعلان التحرير الكامل؟ نعم عفوا، يعني بالنسبه للتحديد يعني بالمتر يعني اسباب امنيه يعني ما نقدر نقولها. طيب ان شاء الله كم من متر تقريبا؟ كنا نتحدث عن 500 متر مربع. ارقام ما نقدر نمضي. طيب يعني ان شاء الله خلال هاليومين يتم تحرير المنطقه بالكامل. طيب ماذا بالنسبه للمدنيين؟ ذكرت سياده المقدم بانه هناك قمتم بتحرير عشره العوائل وايضا هناك بعض المدنيين الذين يقتلون على يد داعش. ما الخطه الموضوعه لانقاذ المدنيين ولاقل الخسائر الممكنه التي يمكن ان تسجل؟ بالنسبة للمدنيين اللي هم محجوزين من قبل إرهابي داعش تم تأمين عدة طرق لهم، بحيث يعني وقواتنا أثناء تقدمها هي العوائل المحاصرة داخل الدور السكنية أو المحلات، يتم يعني ينادون على المقاتلين مالتنا وننقذهم من خلال تأمين عدة ممرات وليس ممر واحد، عدة ممرات نأمن لهم في سبيل خروجهم آمنين. لئلا يستمكن اذا عملنا ممر واحد فقط يتم الاستنكار من قبل قناصي داعش، لكن امن عده طرق لهم العوائل، لذلك يتم يعني نزوحهم يعني بامان. القليل منهم يتم استهدافهم من قبل داعش. داعش بقى يعني حاليا فقد السيطره ومجاميعه يعني متناثره في المدينه القديمه، لانه تم قتل قياداتهم، اغلب قيادتهم والسيطره على مقر قيادتهم في مجمع الشفاء الطبي. نعم. شكرا لك على هذه المداخلة معنا المقدم عبد الأمير المحمداوي، مدير إعلام فرقة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من الموصل. شكرا جزيلا.